سيد مؤيد، تتوقع أنه سيد محمود المشهداني ربما يحد من هذه الظاهرة أنه بعض الأحزاب والكتل السياسية تهيمن على بعض المحافظات؟ أنا أتحدث في كل العراق، وتكون هي المسيطرة على المال أو الخزينة مع المحافظة؟ هو هذا أنا قصدته، ليش دعمت أنا هذا قصدته، ليش دعمت محمود المشهداني من قبل 6 أشهر؟ محمود المشهداني إيده نظيفة، والرجال مو طائفي، مو طائفي بس سني بحت، يعني ما لا حرامي لا حرامي ولا طائفي ولا يدور مشاكل. نعم. ويريد البلد كله يتطور، وصريح جدا. فكيفما للمحافظات السنية، واكو فرق عين ستيفا، اكو فرق ما بين سياسي عمره 2 سنين بالسياسة وسياسي عمره 60 سنة. محمود المشهداني بال51 هو سياسي، الحلبوسي 2016 هو مو سياسي، 2016